السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. النهاردة في خبر يعني سعيد وفي نفس الوقت حزين. اول حاجة، الحرابي عندي فجست، تمام؟ انا حضنت بيضة الحرباية ديك لمدة سنة، يعني انا حضنت بيضة الحرباية لمدة 11 شهر، فلسه فاكسة اول امبارح. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي الغرفة بتاعت الحرابي عندي، تمام؟ ودي الحرابي البيب اللي فجست عندي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا دي يا جماعه ماتت، تمام؟ طبيعي اول ما تفجس الحربايه يموت منها، تمام؟ لكن في عايشه، بسم الله. دي واحده، ادي واحد، بسم الله الرحمن الرحيم، واحد. دي كله من حربايه واحده كده، اتنين، بسم الله، اتنين كده، تلاتة، كده أربعة. طبعا في بيت حرابي تاني بس لسه ما فجسوش، لما يفجس اوريها لكم، تمام؟ كده كده كام؟ اتنين، خمسة. يد بس، يلا بس، خمسة خمسة خمسة، ستة، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ستة ستة، سبعة سبعة، سبعة، ثمانية ثمانية، تسعة تسعة، عشرة عشرة، 11 12 12 13 13 13 14 14 كده، 15 15 كده، 16 16 16 16 17 17 18 19 16 19 20. طبعا دولك 20 حربية يا جماعة، دولك اللي عاشوا من الحرابي، تمام؟ وفي تلاتة ماتوا. تلاتة ماتوا دولك حاجة كويسة جدا، ان تلاتة يموتوا. طبعا دولك بيموتوا اول ما بيطلعوا 20 كده، فيه كمان واحدة اهي، 21 حربية. سبعة، بس دي الازاز غنطت، بسم الله ما شاء الله. طبعا الحرابي يا جماعه من الحاجات اللي هي ما عندهاش ضرر نهائيا، ما بتاذيش الانسان، وحاجه جميله جدا يعني. بصوا ما فيش منها اي ضرر نهائيا على الانسان، وفي نفس الوقت يا جماعه الحرابي يعني ما يعني شبه مهدده بالانقراض، ما فيش منها اعداد كبيره جدا، تمام؟ عشان في ناس كتير بتقتلها، فهم يعني المفروض الناس تحافظ عليها، لانها طبعا زي ما انتم شايفين ولا بتأذي الانسان ولا بتضر حد، تمام؟ انا اعرف ناس كتير بشوفها بتقتلهم وبتأذيهم، يعني دي حاجة مش كويسة يعني. طبعا دولك الامهات، انا المفروض اطلع من بره اصورها لكم عشان انا عكس الشمس، تمام؟ او ممكن يكون الكاميرا تمشي ازاي. دي الزغنطوط، ما 21 واحدة، تمام؟ اوريكم برضو لما يفجسوا الباقيين البيض الباقي، اوريكم برضو ونكملوا العدد ان شاء الله، ممكن نكملوا اكتر من 100 واحدة، تمام؟ طبعا الحرابي بتبيض كميات كبيرة جدا، يعني ديك 21 واحدة ديك من واحدة بس، من حربية واحدة بس، ممكن تنتج اكتر من كده، تمام؟
طبعا انا هجيب سلك اسد الاخرام الواسعه اللي بره ديك، واخلي الاخرام اقل من كده عشان خاطر الحراب الزغنطوطه ديك ما تطلعش. طبعا الحرباء يعني كائن بيعرف يختفي تماما، يعني بيعرف يخبي نفسه بطريقه غير عاديه، وبيغير لونه حسب المكان اللي هو فيه. يعني بص، ديك سودا وديك خضرة. حتى الاطفال بص هم في الارض شكلهم اسود، عشان لو انتوا لاحظتوا الورق اللي في الارض اسود. خلي بالك لو تدوس على حاجه، ماشي؟ انا باصص كويس تحت رجلي. بص، في واحده هنا اهي، بص واحده هنا اهي. طبعا انا بجيب حاجه اسمها دود ميل ورم، وبحط ليهم هنا، تمام؟ والميه اللي هم بيشربوا ميه رش. انا برش الاشجار دي بميه، بخاخه ميه، فهم بلسانهم كده بيلحسوا الميه دي، تمام؟ وفي نفس الوقت واحده انتحرت، شايف ديك نطت من على مسافه قويه، مش عارف عمالين يطلعوا وينزلوا. بصي، هما كده صغيرين كده، صغيرين اسطوره بيطير. طبعا هما كده ممكن ان شاء الله في مسافة سنة يكبروا ويكون حجمهم متوسط. ان شاء الله السنة الجاية هوريها لكم هيكون حجمهم بقى متوسط عن كده بكتير. وانا طبعا هحافظ عليهم في التغذية، وهحافظ عليهم في الشتاء طبعا، اكلهم اكل نظيف، وهعرف اعتني بيهم تماما. يعني ان شاء الله يعني ايه هوريكم انا هعمل ايه معاهم. جماعة دولت مرتبين في الشجرة دي، انا مكنتش شايفهم الصراحة. هتصوروا سوا؟ هتصور انا وانت سوا؟ ايوه كده. اتمنى اي حد يشوف الكائن الجميل ده طبعا ما يأذيهوش ويسيبه في حاله. يعني مش مؤذي زي ما انتوا شايفين، ولا هو عنده غدد سمية، ولا هو بيعض، ولا هو مؤذي. حتى لو عض عضته ضعيفة جدا وبسيطة.